بشكر طبعا عم سمير ومراته على السبت الجميل اللي عملوه لي هديه، وتسلم ايديهم على الجمال ده. عايزه بقى دلوقتي اقدم تقريرنا واقول انه بجد انا اتبسطت قوي ان انا قربت زي ما قلت لكم من عالم المكفوفين. رحت قضيت يوم مع اسره جميله، الاب والام مكفوفين وبناتهم الحمد لله مبصرين يعني وجمال ولذاذ، وأسرة جميلة جميلة. قضيت معاهم يوم جميل، نزلنا السوق ودخلنا طبخنا وكل حاجة جميلة. تعالوا نشوف تقريرنا ده ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وتقرير جديد من تقاريرنا في برنامجنا النهاردة. عايزين نقول كده أنه ربنا مدينا نعم كتير الحمد لله، وبننسى نشكر ربنا على النعم دي، وكمان للأسف أحيانا بنعصي ربنا بالنعم دي. يعني مثلا ممكن يكون ربنا مدينا نعمة الفلوس وبالفلوس دي نعصي ربنا، ربنا مدينا نعمة الصحة وبالصحة دي حد يفتري، يعني برضو يعصي ربنا بالنعمة دي. ربنا مدينا نعمة النظر وممكن نعصي ربنا بالنعمة دي. احنا عايزين نقول انه لازم نشكر ربنا على كل حاجة فينا وكل حاجة مديها لنا، ألف حمد وشكر ليك يا رب. ناس كتير محرومين من النعم اللي ممكن تكون عندنا، زي النهاردة في تقريرنا هنشوف انه في ناس كتير عايشين في وسطنا ومحرومين من نعمة النظر. تعالوا مشاهدينا النهاردة نعيش مع بعض ويوم في حياة كفيل. مصر فيها حوالي 1,000,000 إنسان فاقد للبصر، طيب هم عايشين إزاي؟ تفاصيل حياتهم اليومية إزاي؟ إحنا هنعرف في تقريرنا وفي حلقتنا النهاردة، لكن حبينا كده نعمل برضو تجربة عملية، إنه الواحد لو حط ماسك ولا ربط حاجة على عينيه وحاول إن هو يمشي مثلا في الشارع، ومختارين طبعا شارع صغير كمان وفاضي، وقلنا نعمل تجربة معاكم مشاهدين. مش شايفة حاجة، احساس صعب طبعا جدا. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. صراحة يعني ما كملتش مثلا دقيقتين ولا حاجة وانا لابسة الماسك، احساس صعب جدا جدا جدا. انا كل تركيزي في مشية رجلي، في اني ما تخبطش في حاجة وانا ماشية، سامعة اصوات حواليا، ناس اطفال قاعدين من جنبي، انا مش عارفة دول ناس كويسين ناس مش كويسين، بيبصولي ممكن يأذوني ممكن يساعدوني، مش عارفة نهاية الشارع اللي أنا ماشية فيه إيه، وكمان ده شارع فاضي ما فيهوش لا عربيات ولا أي حاجة. مثلا بتخيل دلوقتي لو أنا عايزة أطلع العمارة، مثلا أطلع السلالم ممكن أتكعبل ممكن أقع. مثلا دلوقتي رايحة أشتري حاجة، طيب هطلع المحفظة ماشي، هقعد أدور بالإحساس ماشي دي المحفظة، هطلع الفلوس إزاي؟ هعرفها إزاي؟ أنا هعرف الفلوس إزاي؟ ماشي أنا عارفة أنا هنا حاطة مثلا فلوس، طب هما كام؟ مش طلعت كام دول بقى؟ مش عارفه، هل بقى لازم اقعد اسال الناس؟ ممكن حد يضحك عليا طبعا بمنتهى البساطه. يعني عايزه تركيز وعايزه مهاره وعايزه تعليم، وعايزه الناس المحيطين كلها تبقى بتساعد وعندها وعي بحاجه زي كده. يعني عندي دلوقتي تساؤلات كتير جوايا واحساس غريب بصراحه، وهعرف النهاردة في تقريرنا لما نقضي يوم
مع ضيوفنا اللي احنا رايحين لهم البيت. وفي حلقتنا النهارده عايزه اعرف حاجات كتير، وعايزه اعرف احنا كمان دورنا ايه علشان نساعدهم. انا هقلع الماسك، بجد احساس صعب قوي. الف حمد وشكر ليك يا رب على كل النعم اللي ربنا مديها لنا، وكل حد عنده الابتلاء ده ربنا يقويه ويخليه يكتسب بقى كل المهارات اللي تخليه يقدر ان هو يتكيف ويعيش حياه على قد ما يقدر طبيعيه. زي ما قلت لينا دور كمان معاهم، ده اللي هنحاول نوصل له في حلقتنا النهارده. وتعالوا نبدا في تقريرنا. استاذ احمد انا برحب بيك وسعداء ان انت يعني وافقت ان احنا نيجي نقضي معاكم يوم النهارده. ربنا يخليك، احنا اسعد والله، وانا سعيد بقناه النهار والبرنامج بتاعكم، برنامج يعني من البرامج المقبوله لدى الجماهير يعني. الحمد لله. عايزه اقول لك انا دلوقتي عملت تجربه كده وحطيت ماسك على عيني وحاولت امشي برضو في الشارع هنا جنبنا، بس يعني بقيت قلقانه وانا ماشيه، كل تركيزي في رجلي، ان خطوات رجلي وايدي، ان انا احاول اشوف كده في حد حواليا، هخبط في حاجه. يعني بالنسبه لي كانت التجربه صعبه. هو طبعا بعد شهر على حضرتك طبعا من اي شيء، هو طبعا كف البصر بيفرق بين الشخص المولود طبيعي كفيف والشخص اللي حصل له ده على كبر. فطبعا حاسه السمع وحاسه اللمس بتتنمى فيه، بتبقى اقوى من اي حواس تانية لما بيتولد ايه بكف البصر. يعني حضرتك مولود كفيف البصر. ايوه. فده طبعا خلاني بقى عندك حاسه السمع. عرفت اتجاهات الشوارع، عرفت الفراغ فين اقدر اخش ازاي، مثلا المس بالعصايه مثلا جنب حيطه او ارتفاع معين زي كده مثلا. ما اقدرش اطلع، ما اطلعش عليه او اطلع عليه، او يعني حسب ايه يعني اتنمى عندك مهارات مختلفه تماما. طبعا لازم. غير بقى طبعا لما يكون شخص حصل له ده على كبر، بنبدا احنا ننمي مع التنميه البشريه والخبره بتاعتنا السابقه، بنبدا نعوده على ازاي يلمس وازاي يحس وازاي يسمع ويركز الصوت جاي من انهي اتجاه، وما ييأس يعني اول مره يزعل واول مره يتكعبل واول مره يتعطر وبعد كده يقوم. لا يعني ونوري له الدنيا سهله ويعني ما فيش مشكله. انا بروح لمواصلاتي عادي لوحدي، وبروح للسوق لوحدي، وبروح للجامع لوحدي، وهنا حتى السكان يعرفوني او اصحاب الصيدليات والمطاعم وكده، بمني ايه بتردد عليهم يوميا. الامر سهل يعني، بيبقى الامر سهل. احنا طبعا ماشيين معاك وهنروح معاك السوق علشان نشوفك انت ازاي بتشتري الحاجات بتاعتك برضو. مفيش اي مشكله، معاك كده ونتكلم واحنا ماشيين. مفيش مشكله، تاني بعد كده نطلع بقى البيت نطبخ الاكل اللي هنشتريه. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الامل يفتح ببان. قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الظروف. استاذ احمد، يعني برضو من ضمن الاحاسيس اللي انا فكرت فيها وانا ماشيه في الشارع ولابسه الماسك، انه انا وداني سامعه ناس حواليا، بس انا مش عارفه الناس دي كويسين مش كويسين، هيضايقوني هيساعدوني بيبصوا عليا. هو ده احساس طبعا اول مره بيتوجس الانسان، لكن انا طبعا بفترض طبعا حسن النوايا. يعني مثلا لو حد هيساعدني هيجي بمنتهى الهدوء، بعد اذنك ممكن اساعدك، او مثلا هتلاقيه خد ايدي زي رحمه كده، ما خد ايده راح ايه ماشي معايا وسالني حضرتك متجه لفين. فانا كده بطمئن له. يعني انت في حياتك اليوميه بتتعرض عموما طول عمرك الناس اغلبهم بيساعدوا؟
والله اغلبهم بيساعدوا، وفي ناس يعني مساعدتها بتبقى ضرر، يعني مثلا مبيبقاش عنده خبره تمام. فمثلا انا ماشي واحد مثلا يوصف لي يقول لي شمال شمال هتقع مش عارف ايه، يكون هو اصلا واقف على يمينه وانا هاجي العكس. فانا بفكر اروح واقف في اللحظه دي، بواقف لحد ما هو يفكر تاني او يعيد تفكيره يقول لي اه انا اسف يمين يمين. طب قول لي، و في ناس بيضايقوك؟ تعرضت لحاجه زي كده؟ وتعرضت للنصابين، وتعرضت يعني مثلا انا في بعض الميكروباصات ركبت وكان معايا فكت، بقول له خد ايه 20 جنيه فكها تمام، فراح مدهاني على اسمها 10 جنيه. بس انا بعد كده اتعلمت الدرس، ولما نطلع بقى اوري حضرتك تطبيق على موضوع الفلوس. انا فكرت في الحكايه دي لما طلعت المحفظه وبتاعتي وانا حاطه برضو الماسك على عيني ومسكت فلوس انا مش عارفه هي كام. لا، وفي ناس برضو من المكوفين اللي ما عندهمش موبايلات ولا تطبيقات بيطبقوا الفلوس تطبيقات معينه، يعني مثلا اربع تطبيقات تبقى ال 10، مثلا تطبيقتين تبقى الخمسه، يعني تطبيقات معينه بيعرفوها مثلا ايه قبل ما يخرجوا، لان طبعا موضوع الفلوس ده بنتعرض ليه لابتزاز جامد قوي طبعا بره. السلام عليكم. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ ازي اخبارك؟ يعني انت لما بتنزل يا استاذ احمد تشتري الخضار انت بتحب تنقي بنفسك؟ بحب انقي بنفسي طبعا، واجيب الحاجه ايه يعني مثلا هي دي مثلا شكلها طازه فعلا، ومعاها وحلوه وكل حاجه. فخلاص احنا ايه اخترنا دي مثلا. عايز ترقيم؟ بس اتفرج عليها اشوف على عيني. ايوه كنت يا رحمه وريني كده يا حاجه، ده من كان تحت اهو تحت. هاي تمام. بص الاول كده ده جرجير. لا انا عاوز فجل. على عينك. هذا الطويل ولا القصير؟ ايوه انا عارف. خلاص وريني التاني. خلاص احنا هناخد ايه اللي هي؟ لا ناخد دي ودي. ادي لي ميه ليه يا حاج؟ معلش بقى ما هو حار. ماشي انت تاخد كل حاجه ناشفه النهارده. معلش ماشي. بص يا حاجة انا ايه قست الفلوس ايه ماشي، فاصغر واحده بخمسة. الفوق خمسه صح يعني. اتفضلي يا حاجة. طبعا احنا سعداء ان احنا موجودين النهارده عندكم استاذ احمد ومدام هند، اهلا وسهلا بيكم. وطبعا بناتكم الحلوين شروق ورحمه، اهلا بيكم. احنا النهارده حبينا ان احنا نكون موجودين معاكم علشان عايزين نوضح انه ممكن اي حد يكون فاقد للبصر، لكن في نفس الوقت انتوا نموذج انه ازاي انكم متعايشين طبيعي جدا، عيلة وجوزتوا وخلفتوا وتعلمتوا. والله احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وكرمنا ادينا الشقة دي، والحمد لله رب العالمين انا وباباهم برضو قدرنا ان احنا نعمل حاجة فيها كويسة الحمد لله، وربنا وفقنا برضو في الاختيار ذوق الالوان العفش. عايزه بقى اسالك، انت اتولدتي عندك فقد للبصر؟ انا مولوده اصلا فعلا كان عندي على عيني الشمال بس كان عليها ميه بيضه ميه زرقاء سوري، فمامتي ربنا يديها الصحه
يعني حاولت ان هي يعني تتعامل بكده مع العمليات وكده، وربنا كرمنا وعملت حوالي 4 عمليات، بس للاسف الشديد كنا كل ما نعمل العمليه كانت ترجع الميه زياده عن الاول. وعشت على هذا الحال الحمد لله رب العالمين من حوالي من تانيه ابتدائي. بس قولي لي من امتى بدأتي بقى تفقدي البصر نهائي؟ حاول بعد ما خلصت جامعة وتزوجت حوالي 2 3 سنين، بقيت ابتدى بقى النظر يقل حبة بحبة. طيب أنا عندي بقى سؤال، أنت لما خلفتي بقى شروق وخلفتي رحمة، هم بقى كانوا بيبيهات صغيرين، وعايزة أعرف كنت يعني بتتعاملي معاهم ازاي؟ حاسه ان دي مرحله صعبه جدا، يعني غريزه الامومه لوحدها كانت مكفيه؟ في الحقيقه بصراحه هو غريزه الامومه وتوفيق من ربنا وتعويض ربنا بيعوضنا بيه. يعني مثلا الامومه بيبقى جنبها ايه؟ في قوه البصر، بيبقى البصر بيتحكم طبعا، بتبقي شايفه ده قدامك كده حصل ده كذا ده كذا، شايفه البيبي، شايفه الوضع. لكن احنا عارفه تديها دواء، تغيري لها يعني. هقول لحضرتك، احنا بقى ربنا عوضنا بقى بدل البصر دون بالايه؟ بالاحساس. سبحان الله. يعني غير كده كمان احنا بالنسبه لنا احنا قوتنا مش في عينينا، قوتنا في ايدينا وفي السمع. طب مثلا برضو استاذ احمد عايز اسالك واسال هند نفس السؤال، انه لما انتوا قررتوا انكم تتجوزوا، هل مثلا جالكوا تخوف انه ممكن ولادكم يكون عندهم نفس مشكله الابصار؟ التخوف ما كانش في ان الاولاد يطلعوا يعني اصحاب ظروف خاصه ولا حاجه، كانت في المشكله في الاهل الاول، ان هل الزوجه الكفيفه دي هتقدر توفي لي احتياجات المنزل من لبس وطهي طعام ومستلزمات البيت. وكان في مشكله في الاهل خالص، ما كانش موافقين، وحاولت اقنعهم كذا مره لحد ما انا رحت اخطبها لوحدي، وهم اضطروا بقى يدخلوا الامر لان انا خلاص عاوز ده. البنات بقى الحلوين ما شاء الله، شروق ورحمة. شروق انتي في ثانوي ورحمة في ابتدائي صح؟ طيب انا عايزة ابدأ بيكي، وقوليلي بقى كده انتي بتساعدي ماما وبابا او هما بيساعدوكي في ايه؟ انا بساعدهم في حاجات كتيرة هما بيطلبوها مني، او مثلا لما هما يكونوا عايزين حاجة انا بعملها لهم، اشتري لهم حاجة. مثلا بابا مثلا يوديني مثلا عند صاحبه اجيب له حاجه من هناك فبعملها له يعني. وماما هكذا برضو. طيب رحمه بقى قولي لي بقى انت بتساعدي بابا وماما في ايه؟ انا اللي يعني بساعدها في الحاجات، في طلبات البيت نفسها، لما انزل اجيب لها الحاجه انا اللي بنزل على طول. يعني انا بخلي يعني عشان انا بكون لابسه وجاهزه. طبعا الناس في الشارع كلهم عارفينك طبعا. كله عارف رحمة طبعا. في ناس كتير ترضى المصير، وناس تشوف بضمير ضرير، هي تكون قد الحياة، هي تعيش وحيد وسط الدروب. استاذ احمد هنا بقى انت بتقعد تشتغل على الكمبيوتر صح؟ هنا بقى اشتغل على الكمبيوتر، وانا لفت نظر ان انا بجمع اجهزه برضو، بخش على النت، بخش على الفيسبوك واليوتيوب واي حاجه في الويندوز او الوورد بعملها كده. انا عايزاك توريني بقى التليفون بتاعك ازاي بتتصل وازاي بترد، وازاي مثلا الفلوس. قلت لي ان في حاجه على الموبايل بتعرف بالكاميرا بتاعته الفلوس دي كام. في تطبيقات فعلا على الموبايل بتخدم ذوي الاحتياجات البصريه، زي التعرف على الالوان والتعرف على العملات. ده بالنسبه لتطبيق الايه؟ الفلوس. الفلوس تمام. في تطبيقات تانية برضو، يعني مثلا عندي انا تطبيق اسمه تطبيق الالوان. بيعرفني الالوان بتاعتي اللي انا لابسها او اللي هلبسها ايه بالظبط. رمادي غامق. طبعا انا سعيده جدا بجد اني شفت نموذج زي حضرتك، انه يعني عندك ارادتك
مخلياك متغلب على الموضوع فقد البصر ده وكأنه مش بتفكر فيه، مش يعني مش حاطه عائق في أي حاجة في حياتك؟ هو طبعا الإنسان اللي عاوز يعيش ربنا طبعا اداله 5 حواس، لو خد منه حاسة من الخمسة في الأربعة اللي شغالين بيوزع عليهم الخمسة المفقودة، فبالتالي ما بيحسش إنه هو إيه معاق. وأي إنسان يعلم تماما إن واخد نعمته من ربنا تمام التمام الحمد لله، يعني كل ال 24 متوزعين في الصحة، متوزعين في المال، متوزعين في السعادة، متوزعين في الأولاد. فطبعا الحمد لله أنا إحساسي بنفسي إن أنا طبيعي، ده مخليني ناسي موضوع فقدان البصر ده خالص. يعني ألف حمد وشكر ليك يا رب على كل شيء. وإحنا هنروح بقى المطبخ نشوف هند محضرالنا أكل. تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الظروف. إحنا طبعا في المطبخ هم مع هند، وهي ما شاء الله عملت حاجات كتير. يعني أصلا مش مصدقة إن أنت إزاي عرفتي تقشري البصل كده وعملتي قدامي القوطة والسلطة. والله المسألة كلها تعود وممارسة. اللي بيخش المطبخ عايز يعمل كذا بيعمله، يعني مثلا صح. عايزه هو انا عملت، انت عملتي هو القوطه مثلا سهله ايه يعني، ما فيش يعني تغسلي الطماطم وتضربها في الخلاط وخلاص خلصت على كده. طب اطبخي واحنا بنتكلم، يلا كملي اكلتك. بصي انا هلبس الماسك واحاول ان انا ايه اقف معاكي في المطبخ، طبعا انا مستحيل امسك سكينه اصلا. طقم التوابل. التوابل دي بقى بتعرفيها ازاي؟ بصي طب هم كلهم علب زي بعض، في اللمسه هم زي بعض بالظبط. بصي انا بقى بعرفهم من الريحه بتاعتهم. ادي بتشمي ده فلفل، ريحته باينه خالص. وريني صح ده فلفل. بصي ومثلا ما توقعيش حاجه على الارض ولا حاجه. لا طبعا. طبعا ريحته باينه كمان. وطبعا الكزبره، يعني انت معتمده على حاسه الشم. في حاجات في اللمس وفي حاجات بالشم. تمام. لان اللمس طبعا مش تقدري طبعا تهمسي ده فلفل ولا ده ايه ولا ده ايه. طيب فما ينفعش. وريني بقيه الحاجه. انت فين؟ انت فين؟ تمام. هاتي ايدك شميها، هتلاقي ريحتها مختلفه تماما عن الباقي. انا ما المشكله بقى انا ما اعرفهمش اصلا. حتى لو مش عارفين يعني كل حاجه لها ريحتها. ده السكر اهو. طبعا السكر ليه ريحه برضه، ليه ريحه والله. اهو شمي ليه ريحه ولا لا؟ ليه ريحه اهو. والملح كذلك. والملح ليه ريحه، والملح برضه والله ليه ريحه برضه اهو. وريني اشوف الفرق اهي. غير السكر خالص، هيبقى بسيطه بس ايه تحسي ان هو مختلف عن السكر. لان طبعا ده ما تنفعش انك انت تمسكيها بايديكي. زي بعض حاسه اللمس. كنا بجد النهاردة في يوم جميل، تجربة مختلفة بالنسبة لنا. بجد برافو عليكي، أنا سعيدة وفخورة بيكي جدا ومبسوطة قوي ان انت يعني بالذات موضوع المطبخ ده انت أستاذة فيه. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. بجد أنا مبسوطة بجد باليوم ده، وحبيت انه ان احنا نقضي معاكم يوم النهاردة علشان نبين لكل المشاهدين. أول حاجة طبعا كل واحد لازم يقول ألف حمد وشكر لك يا رب على كل النعم اللي ربنا مديها لنا واحنا مش حاسين بيها. أنا بشكرك جدا، واحنا هنسيبك تكملي بقى الطبخ وتحطي اللحمة المفرومة ومكرونه سباكيتي جميله باللحمه المفرومه. شكرا جدا ليك يا هند، وشكرا انكم استضفتونا في بيتكم النهارده. المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، قم
مشغوله مع الحجر على شيء ما تندمش يمك أوام معدي امشي الطريق امشي طبعا التكنولوجيا من الحاجات المهمة اللي غيرت حياة كتير من المكفوفين، سهلت عليهم كتير من المشاكل اللي بيقابلوها. عشان كده ما ينفعش نعمل حلقات عن المكفوفين من غير ما نتكلم عن التكنولوجيا، ما ينفعش نعمل حلقات عن المكفوفين من غير ما نستضيف دكتور أحمد خاطر، أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان ومستشار تقني لأكبر شركات التكنولوجيا اللي بتقدم منتجاتها للمكفوفين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك، حضرتك منورنا النهارده. ميرسي ميرسي جدا. أنا هتعلم منك حاجات كتيرة لأن أنا أصلا ماليش في التكنولوجيا أصلا. لا دي حاجات بسيطة، حاجات بسيطة إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك كمان بتدرس في الجامعة لغة إنجليزية. أنا مدرس في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان. تخصصي الدقيق ترجمة وكمبيوتيشنال لينجويستكس اللي هي لغويات الحاسوب. وبدرس طبعا مواد اللغويات والترجمه وماده اللغه الانجليزيه في الاقسام العامه في الكليه والجامعه كلها. التكنولوجيا بقى سهلت كتير في تفاصيل الحياه اليوميه للكفيف؟ بصي خليني اقول لحضرتك حاجتين بخصوص موضوع التكنولوجيا. اولا التكنولوجيا بشكل عام بالنسبه للكفيف او للمبصر، وده اللي انا دايما بقوله للطلبه بتوعي، التكنولوجيا هدفها هي تسهيل الحياه للشخص، او ان الشخص يقدر يعني يقوم بمهام بدون التكنولوجيا كانت تتعبه، كان المهام دي هتبقى متعبه جدا، التكنولوجيا بتسهل عليه المهام دي. وبالتالي دايما بنقول انه حاولوا تستخدموا التكنولوجيا المفيده، يعني حاول تستفيد من التكنولوجيا في الحاجه اللي تفيدك. انا بلاحظ دايما الشباب بيستخدموا التكنولوجيا، يدخلوا على الانترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي، يتفرجوا على افلام، يسمعوا اغاني، او يلعبوا العاب، ما بيفكروش ايه الحاجه اللي ممكن تفيدهم في شغلهم او تفيدهم في دراستهم. لما بنيجي نتكلم معاهم في انتوا بتستفيدوا من التكنولوجيا ازاي في شغلكم او في الدراسه، بلاقي الرد دايما سلبي. وعشان كده بنصح الشباب كلهم مش المكفوفين بس، انه حاول تدور في التكنولوجيا على الحاجه اللي تفيدك في شغلك في دراستك، وبعدين دور على التكنولوجيا اللي تفيدك في مجال الترفيه. ده بشكل عام. لما نيجي نتكلم على المكفوفين هنلاقي ان التكنولوجيا ساعدت الكفيف انه عوضته كتير جدا جدا عن الشيء اللي فقده هو البصر. وهنا في الاطار ده اسمحي لي يعني اقول لحضرتك ان احنا في شهر ابريل، النهارده يوم 17 ابريل، امبارح كان يوم 16. 16 ده بيوافق ذكرى ميلاد الأستاذ عمار الشريعي الله يرحمه. أستاذ عمار الشريعي هو أول واحد في مصر اللي لم يكن في الوطن العربي أدخل أو بدأ يستخدم التكنولوجيا اللي تفيده كشخص، كان شخص كفيف. وأول ما استخدمها، ودايما حضرتك لما ترجعي للأرشيف بتاع الحديث بتاعته، كان دايما يقول أنه أول فيلم سينما عمله كموسيقى تصويرية، هم المخرج ما كانش راضي يخليه يعمل الفيلم ده. ليه؟ قال هو إزاي هيقدر يحط الموسيقى على الشريط بتاع السينما. فجاب ساعة ناطقة واستخدم الساعة الناطقة دي يقدر يحدد فيها بالدقيقة والثانية ازاي الموسيقى تمشي مع شريط السينما. هو الراجل ده بصراحة ليه فضل علينا كلنا في مصر وفي العالم العربي. احنا لما بنتعلم كنا حاجة في التكنولوجيا كنا بنسأله، هو كان بيجيب الحاجات دي من بره ويستخدمها، احنا كنا بنتعلمها بعديه. الله يرحمه. كان عنده إرادة كمان. نعم كان عنده إرادة كان عنده إرادة. لا هو بقول لحضرتك أنا اتعلمت منه كتير جدا في هذا المجال، مش أنا لوحدي، كلنا. يعني حتى الحكومة المصرية لما بدأت تعمل أول مشروع لتدريس التكنولوجيا للمكفوفين كان هو اللي بينصحهم يعملوا إيه وما يعملوش إيه ويبدأوا منين وهكذا. فبصراحة وإحنا في ذكرى ميلاده الواحد بيفتكره دايما بالخير في هذا المجال، بالإضافة طبعا لكونه موسيقار عظيم وليه فضل كبير يعني في مجال الموسيقى. طيب أنا عايز حضرتك بقى توريني، أنت معاك كذا جهاز بالظبط، فيهم جهاز كانه كمبيوتر يعني صح؟ الجهاز اللي كانه كمبيوتر، الجهاز دوت ده انا بستخدمه جوه المحاضره. ليه؟ عشان ابدا استخدمه في القرايه. يعني انا دلوقتي محتاج اقرا. ده الجهاز عباره عن سطر برايل
والسطر البرايل ده فوقيه لوحه البيركنز او لوحه الكتابه بطريقه برايل المكونه من 6 نقط، والمسافه والباكس والانتر والباك سبيس. دي الطريقه او ده الاسلوب اللي بنكتب بيه بطريقه برايل. لما بفتح الجهاز بيبقى قدامي سطر برايل، بيبقى قدامي كمبيوتر فيه كل امكانيات الكمبيوتر، ما بين برنامج لكتابه النصوص، برنامج للمالتي ميديا اسمع بيه مزيكا، اقدر اعمل كل حاجه بالجهاز ده. فمثلا ادينا كده يعني حضرتك افتحه كده، واحنا عايزين نقول طبعا لكل حد برضو كفيف بيسمعنا دلوقتي انه انت بسهوله تقدر بالتكنولوجيا الحديثه دي تسهل حاجات كتير عليك جدا في حياتك، يعني ما تقفلش على نفسك، ادمج نفسك في المجتمع من خلال التكنولوجيا. بالظبط. وانا عايز اقول انه الجهاز ده انا شايف انه لازم يكون في ايد اي مدرس. يعني في كتير جدا كانوا بينتقدونا زمان لما قالوا الكفيف يدخل كليه التربيه ازاي ويبدا يقف قدام سبوره، ويعني ازاي يقدر يتعامل مع المبصرين في الفصل. اقدر اقول لحضرتك انه دلوقتي بالجهاز ده انا بتعامل مع المبصرين، لاني انا بكتب على الجهاز ده والمبصر بيشوف الكتابه دي على الداتا شو او على الـ يعني البروجيكتور اللي موجود في الفصل. طيب لحد ما حضرتك تفتح كده الجهاز، يفتح نسمع حضرتك كده حاجه صوت كده. اتفضلي. أصدقائي وإخواني من المكفوفين وضعاف البصر في جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي أجمع، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة دروس تعليمية لجهاز بريل سنس بلس B32. معلش ما تتضايقوش مني لما أتكلم دايما أقول برايل وبريل، يعني ساعات الواحد بيقول بريل وساعات الواحد بيقول برايل، فانا اسف جدا على اللخبطه دي. برايل ده النطق الانجليزي للكلمه، برايل ده النطق الفرنسي للكلمه، وانا دايما للاسف يعني ما بقدرش التزم بنطق واحد. يعني هنمسك اللوحه الاماميه دي بقى من ناحيه الشمال، اول زرار من ناحيه الشمال بيقابلني بيتحرك 3 حركات، اهو بحركه يتحرك يمين وشمال 3 حركات، ده اسمه مفتاح اغفال المفاتيح او تامين المفاتيح. دلوقتي اللي احنا سمعناه الصوت حضرتك وانت بتعلمهم. انا بعلم المكفوفين عن طريق، احنا كمكفوفين بنعلم بعض عن طريق الانترنت. يعني احنا في مصر او في السعودية او في الخليج او في دول في الاردن او في الشام، كلنا بنلتقي ببعض عن طريق الانترنت، وبعدين بنسجل دروس. انا سجلت دروس صوتية في الجهاز دوت وبدأت انزلها على الانترنت، وبصراحة هم حتى في بعض البلاد العربية هم بيربطوا الجهاز ده، اسم الجهاز ده باسمي. لأن الدروس دي هم معظمهم استفادوا منها، ولما بدأت تطلع تكنولوجيا الواتساب وتكنولوجيا الموبايل الأجهزة الذكية بقينا بنعمل جروبس على الواتساب وعلى الفيسبوك نتبادل فيها الخبرات فيما يتعلق الجهاز ده وغيره. وكانوا دايما انا كنت بعمل يعني بأدير مجموعات مختلفة افيد فيها المكفوفين في يعني. وحضرتك اتعلمتها ازاي بقى الحاجات دي اصلا؟ هقول لحضرتك انا علمت الكمبيوتر نفسي من الاول. يعني انا بدايتي مع التكنولوجيا ان انا لما تعينت في الجامعه لقيت نفسي مطالب باني مثلا ادخل ادرس في المحاضره، احضر المنهج بتاعي، ما فيش حد يقدر يساعدني طول الوقت. فمن هنا بدات اعلم نفسي كمبيوتر، ولقيت ان احسن طريقه ان الواحد يعلم نفسه كمبيوتر انه يقرا. بجيب البرامج. انا اول كمبيوتر جبته مصر وانا ما كنتش عارف فيه حاجه خالص، فبدات اقرا الهلب بتاع كل البرامج. بعد شويه بدات اقرا الهلب بتاع الانترنت، دخلت على الانترنت بدات احاول اتحاور مع الناس اللي موجودين في البلاد الاجنبيه اللي بيستخدموا التكنولوجيا دي. برافو عليك. لدرجه انه في بعض الناس انا اتعرفت عليهم من مصر، اتعرفنا ببعض عن طريق ناس بره في امريكا. يعني هو الكفيف يسافر امريكا فيقول له لو عايز تسال الحاجه دي في واحد عندكم في مصر اسمه فلان، ويدوا له الايميل بتاعي وتليفوني فيعرفني من خلال الموضوع ده. فعشان كده سنه 2000 كنت اول واحد يطور دوره تدريبيه في تدريس الكمبيوتر للمكفوفين بهدف تطوير مهاراتهم اللغويه. وانتشر بقى الموضوع بعد كده لما نزلت البرامج بالعربي، وانتشر طبعا وناس كتير دخلت في المجال. طيب انا شايفه هو ده في النقط اللي هي، بصي حضرتك انا فتحت دلوقتي، انا دخلت على مدير الملفات وفتحت مثلا ملف بدرسه للطلبه عندي عباره عن مثلا قطعه خبر مثلا وفاه والده الرئيس السوري بشار الاسد عن عمر يناهز 86 عاما. نعت انت بتقرا ازاي؟ انا بقرا نقط منوره كده، النقط اللي قدامي دي دي اللي انا بستخدم، يعني النص بتاع الخبر نفسه محطوط عن طريق كارت، يعني محطوط عن طريق كارت زي كارت الكاميرا كده بالظبط. بحطه على الكمبيوتر، اخده على الكارت واحط الكارت في الجهاز دوت، وبعدين انسخ الملف على الجهاز وابدا اقرا عادي جدا. انا كمدرس بقى جوه المحاضره، يعني الحروف اللي هي النقط دي بتطلع تبقى بارزه،
دي الحروف البارزه، الجهاز بيحول النص المبصر للحروف البارزه دي. وبالتالي انا كمدرب، وعلى فكره الجهاز فيه مكان هنا اهو اقدر اوصله ببروجيكتور او بداتا شو، عشان لو عايز اتعامل مع الطالب المبصر اني اكتب له حاجه على السبوره. لما بكتب بالست نقط دول الجهاز بيحول الكتابه بشكل تلقائي الى الحروف العاديه، الى الحروف العاديه، وابدا اتفاعل مع الشخص المبصر من خلال المحادثه. رائع. عشان كده انا بنصح دايما، بنصح يعني، وبقول انه لابد ان احنا كدوله نهتم بان احنا نوفر التكنولوجيا دي للمدرسين، سواء مدرسين في الجامعه او مدرسين مدارس. بدل ما اقول للكفيف انت ما ينفعش تدخل كليه التربيه لانك ما ينفعش تقف على سبوره، انا اوفر له دلوقتي في حضرتك السبورات الالكترونيه، واوفر له جهاز زي ده ويبقى موجود معاك. لا الجهاز ده اصله يعني جامد. لا هو جامد يعني. جامد كامكانيات بس سعره غالي برضو جدا يعني. أكيد. هو جامد من كل النواحي. اكيد. قال انه جهاز كوري، ما هوش امريكي على فكره. بس فعلا ده والجهاز بقى فيه يعني، احنا عشان نتكلم عن الجهاز ده محتاجين حلقات. ده فيه مثلا امكانيه المالتي ميديا، لو عايز انا بدرس للطلبه ماده الاستماع الليسننج بالجهاز دوت بالتعاون بقى مع اجهزه تانية. في امكانيه الانترنت والايميل، في كل الامكانيات بطريقه برايل. وبعدين ممكن كمان يتكلم، ينطق. بص هيك ناطق يعني. اسمعي بقى يعني على صفحة وفا وفاتي ورئيس السوري بشار. قرت النص بالظبط. لو عايز اخلي الجهاز ده ناطق بيتكلم بالعربي. يعني انا مش عايز اقرا بطريقة برايل وعايز اسمعه كصوت، ممكن اشغل النوت واخليه يتكلم بالعربي. عايز اقرا بطريقه برايل، وحتى لو حضرتك كتبت حاجه هو ينفع ينطقها؟ طبعا. يعني مثلا اكتب اي حاجه، انا اضيفكم في برنامج النهارده او اي حاجه كده، وخليها تنطق. انا هفتح البرنامج معالج النصوص. الصوت مشغل فايل الف همزه على انا سين باء باء سعدات. انت كده بتكتب؟ يا فاء ألف ضيفا عين لام على ألف لام سين تاء ألف ذال الأسدال عين ألف ميم راء أنا سعدت بك. بالعدد كده بتعرف؟ طب عايزين نسمعها بقى. ما هو أنا سمحك علي الصوت. سمحي لي علي الصوت. أوكي. مستوى الصوت 21. مش حلو مستوى الصوت كده. اوكي. انا سعدت بكوني ضيفا على الاستاذ دعاء عامر. انا سعدت بكوني ضيفا على الاستاذه دعاء. الله. فاذا والكلام ده مكتوب كمان هنا في كنص على سطر. هو احنا الميزه في الجهاز ده مش انه بينطق. هو الانجاز في الجهاز ده هو طريقه برايل يعني. ايوه. الكمبيوتر الناطق موجود في كل حته. أيوة. بس انا بتكلم ان انا جوه المحاضره حضرتك، انا لما اكون جوه المحاضره معايا كمبيوتر ناطق، اول ما الطلبه بتسمع صوت الكمبيوتر بيسيبوا الدرس ويبداوا يبصوا هو بيتكلم بيقول ايه. انما انا عايز حاجه تخليني اقرا يعني. انا عايز اقول لحضرتك انه احد اصدقائي لما اقتنى الجهاز اول كلمه قالها لي قال لي يا سلام، يعني انا النهارده هبقى زي اساتذتنا كده، اقدر اكتب الحاجه واقراها جوه المحاضره. كان واحد معاه ورقه مبصر بيقرا منها. ايوه الله. او يعني بنكتب النوتس، بكتب النوتس بتاعتي على الجهاز واقراها في المحاضره وبعدين لو عايز اعرض لهم حاجه بعرض لهم حاجه بالجهاز ده برده يعني في المحاضره بتاعتي. وبعدين بيفيدني بقى انه الجهاز ده رفيقي في كل حته. طبعا. في الكمبيوتر بتاعك بقى. نعم. ده كانه اللابتوب بتاعك. بالظبط، هو كانه اللابتوب بتاعي بالظبط. طيب في اجهزه تانية محطوطه. الصوت غير مشغل. طيب نقفل الجهاز ده. نقفل الجهاز ده، انا شايف فيه حاجات تانية. هو ما هو انا زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، انا بدور دايما على الحاجه اللي تساعدني انها تأدي لي وظيفه في حياتي. ما يهمنيش التكنولوجيا اللي تكون فيها رفاهيه قد ما تهمني التكنولوجيا المفيده للمفيده بشكل عام في حياتي كشخص محتاج. ده جهاز صغير. ده بيقولوا عليه مشغل وسائط ميديا بلاير. الجهاز ده ناطق، ما فيهوش شاشه. لاحظي حضرتك ان الجهاز ما فيهوش شاشه خالص. صح. عباره عن زراير بس. زراير بس. بصي حضرتك الجهاز عامل زي الريموت. زي الموبايل. زي الموبايل من غير شاشه. بالظبط. وهنا انا عايز اخص بالشكر يعني المشرفين بتوعي في رساله الدكتوراه، لانه انا وانا بشتغل في رساله الدكتوراه، اولا انا في رساله الدكتوراه والماجستير انا اللي كتبت الرساله بايدي على الكمبيوتر. وبس كنت بخلي حد من المبصرين يراجع يبص لي على الفورماتنج. انما الرساله كتنسيق وككتابه انا المسؤول عنها.
الجهاز ده انا بنصح ان يكون في ايد كل طالب بقى مش كل مدرس. الجهاز ده عباره عن انا بقدر استفيد منه اني اسجل بيه، اسجل المحاضرات، اقدر اسمع بيه اللي انا سجلته تمام حضرتك، وبعدين اقدر كمان انه بيقرا النص زي جهاز البرايل ده بالظبط. يعني ممكن احط عليه نص يقراه لي زي الكمبيوتر ما بيقرا بس بالصوت من غير طريقه برايل. طبعا برده امكانياته بيدخل على الانترنت، اقدر ادخل بيه على ويكيبيديا اطلع معلومات عن ويكيبيديا. انا هبني هنا بس فكره التسجيل، لو دوست على الزرار ده كده بدء التسجيل كده انا بتكلم دلوقتي، هو هيسجل الكلام اللي انا بقوله. ادوس على الزرار تاني، ايقاف التسجيل، تسمع بقى. ملاحظه 22 انشئ رف الكتب ملفات نصي ملاحظات 18 20 19 بدور على اللحظه اسمعها كده انا بتكلم دلوقتي، هو هيسجل الكلام اللي انا بقوله. ادوس على الزرار تاني، نهايه المذكره. طيب نفعني في ايه الجهاز ده؟ بصراحة يعني اسمحي لي اشكر هنا الاستاذة الدكتورة نهوة امين العروسي والاستاذ اللغيات بقسم اللغة الانجليزية عندنا في الكلية، كلية اداب جامعة حلوان، والاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية اللي هي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا استاذ اللغيات بالقسم برضو عندنا في الكلية، دول مشرفين على رسالة الدكتوراه. كانوا بيقروا الرسالة مرتين، يعني المفروض المشرف بيراجع للطالب شغله وبعدين بيدي للطالب الشغل اللي راجعه والطالب بيبدا يبص عليه يقراه. كانوا بيقعدوا معايا بقى بالجهاز ده يمسكوا الرساله صفحه صفحه ويقروا لي التعديلات اللي هم عملوها. يعني هنفتح صفحه كذا هنلاقي السطر الفلاني هتلاقيه كاتب كذا غيره. كانوا بيبذلوا معايا مجهود بصراحه يعني لم يسبق له مثيل. فكره يعني بيقعدوا معايا انا بروح اقرا الرساله اكتر المشرف العادي كانوا بيبذلوا ضعف المجهود في ان هم يساعدوني في ان انا اعرف. يعني انا كنت باخد منهم بالجهاز ده. يا ريت بقى فعلا كل الناس يبقوا في تصرفهم زيهم كده. لا بقول لحضرتك يعني كانوا بيقعدوا معايا يقروا لي كلمه كلمه وبحيث انه يسهلوا علينا انا لما اروح بعد كده افتح الجهاز وابدا اسمع ابدا بسمع اللي هم قالوه وبطبقه على الكمبيوتر بالظبط على طول. طيب انا ده بينفع الطلبه بشكل اساسي. شايفه حاجات تانية على الكنبه قبل وقتنا يخلص، اجهزه تانية. ده جهاز ده بقى مثلا جهاز الالوان. الجهاز ده عباره عن كاميرا وعباره عن زرارين. اولا ده اقدر اعرف بيه الالوان ويعني مثلا لو حطيته على هنا على المخده دي دوست على الزرار قال لي انه احمر غامق شويه او حاجه زي كده برتقاني او برتقاني. لو حطيته هنا بيج هو قال لي بيج فاتح فممكن يديني. هو طبعا بيدي الالوان ساعات على حسب الاضاءه نفسها اللي طبعًا موجوده طبعًا. بيدي الالوان. الزرار الثاني ده بقى بيعرفني اذا كان الاوضه اللي انا فيها او المكان فيه نور ولا لا. في كده يبقى الضوء قوي. الضوء قوي كده الضوء ضعيف واخد بال حضرتك. فده بقدر اعرف بيه الالوان بتاعت يعني اي حاجه. انت ممكن تختار لبسك لوحدك بالظبط درجات. هو برضو عشان اكون محق هو يعني احيانا ما بيقولش اللون بنسبه يعني بيديني نسبه 80% بس انا ممكن مثلا بدل ما اقعد اسال حد اقول له دور لي ممكن احدد مجموعه حاجات وابدا طب دي مع دي يحصل فيها ايه بالظبط. فده بيخليني اقدر اختار اللبس لوحدي واخد بال حضرتك. ده جهاز الالوان. مثلا ده دي من الحاجات اللي انا بنصح بيها انها تكون موجوده عند كل حد، جهاز ضغط ناطق. ده جهاز ضغطك يعني. يعني ده جهاز الضغط الناطق. ده لما بقيس بيه الضغط في الاخر او في زرار بيعلي ويوطي الصوت بقدر اعرف منه بينطق الضغط يقول لي الضغط كام على كام. انت ضغطك ايه بقى؟ والله انا قست الصبح النهارده كان 165 على 100 مش عارف ده عشان الجو حر ولا ايه بالظبط. فطبعا لو كان في وقت كنت اكيد جربته لكم عملي يعني ان احنا كنا قسنا الضغط بس ده يعني حتى مع الـ كل حاجه بس يقرا لك بالصوت. بس هو القصه انه جهاز بيقرا وبينطق وبيحط الكلام ده على شاشه اللي هنا في الـ ده بينفع مش بس المكفوفين على فكره، كبار السن طبعا اللي ممكن يكون نظرهم شويه ضعيف
محتاجين حاجه تساعدهم الجهاز ده. يعني انا في الجهاز ده في البيت غالبا بيستخدمه اكتر الوالد والوالده بيستخدموا اكتر أيوة. مني في البيت كتير. في برضو من الحاجات اللي انا بستخدمها الجادجت الصغيره دي، الجهاز الصغير ده، دي في كتير دي ما يعني دي بقدر اعرف بيها الكوبايه فيها قد ايه ميه. يعني مثلا دي حضرتك كوبايه الميه اهي. لا يعني احنا لو حطينا بقى احنا هنحط الجهاز هنا كده تمام، وبعدين هنجيب الازازه هنبدا نصب من الازازه. كده زمر يبقى خلاص، يعني انا كده قربت من معناها نقرب. لو خليت كده فوق شفا ده ده لو انا صبيت ده معناها ان لسه في شويه. لو انا صبيت تاني عشان تقدر انك انت تشرب بصي. لوحدك او تحط لوحدك من غير بصي المساعد. الصوت لما يعلى الصوت كده خلاص يبقى قربت من الاخر. ده عشان طبعا ايه احنا عشان مريناها للاخر. ده عشان لو عايز اعمل شاي، لو عايز احط اي سائل في اي مثلا كوبايه ابقى عارف الكوبايه ما تتدلقش، يعني المايه ما تتدلقش. فكره هايله طبعا ان هي يعني حياه كامله انت تقدر تعيشها لوحدك. وعلى فكره هي فكره بسيطه، ما تحتاجش لحد يعني. حضرتك هي الفكره بسيطه جدا، هو ده تو سنسورز. وبصي اللي هتلاحظي في سن طالع لفوق شويه أي. وسن أي. المايه لما بتوصل عند السنين دول بتزمر بالراحه، لما بتوصلها بتزمر بسرعه. هو حضرتك هم بره بيفكروا احتياجات الكفيف ايه أيوة. ويبداوا يصمموا اجهزه تناسب احتياجاتهم. في حاجات بتبقى يعني بسيطه جدا وفي حاجات تكنولوجيا معقده جدا طبعا. على حسب احتياجات الكفيف نفسه يعني. انا بشكر حضرتك جدا في نهايه الحلقه واتشرفت بجد. قبل ما حضرتك يعني ننهي الحلقه اتفضل، انا حابب من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج اوجه رساله لاجهزه الدوله ولرجال الاعمال. انا عايز اقول انه التكنولوجيا بتاعت ذوي الاعاقه دي بقت جزء لا يتجزأ من حياتهم اليوميه. محتاجين وقفه كبيره جدا ان احنا نوفر التكنولوجيا دي في مصر. نوفرها الاول من خلال ان احنا نعمل معارض، ولازم الشركات اللي تعمل الحاجات دي تيجي بره وتعرض الحاجات دي هنا. نمره اتنين، محتاجين تضافر رجال الاعمال مع الدوله، لان الموضوع ده مكلف، مش الدوله ما تقدرش عليه لوحدها، ولكن نفسي التضافر ده يكون من خلال شيء مقنن ومنظم، يعني الدوله تشرف عليه. بس فعلا احنا محتاجين، مش يعني مش محتاج ان انا استنى حلقه في التلفزيون تطلع فيها حد بيعرض اجهزه، لا انا محتاج ان الكلام ده كل واحد في البيت يكون عارفه. لانه في يوم الايام مثلا من شهرين لقيت حد كان بيدور على انه عايز يشتري جهاز لطالبه مثلا في الكليه عندنا ومش عارف يشتري لها ايه، مش عارف يعمل لها ايه، وكان ممكن يشتري حاجه غاليه جدا وما تفيدهاش. فمحتاجين الدوله تولي اهتمام اكبر من كده وبتعاون مع رجال الاعمال اللي يوفروا لنا الكلام ده يعني للمكفوفين في مصر، عشان نبدا نرتقي بمستواهم على المستوى التعليمي والاجتماعي والمهني وكل شيء. بشكر حضرتك جدا جدا. اهلا بحضرتك، شكرا جزيلا. انا مشاهدينا حابه اقول كده في نهايه حلقتنا اللي عملناها الحلقتين عن المكفوفين، ان انا بجد وصلت القناعه ان احنا كلنا مكفوفين. ده فعلا حقيقي. كلمه مكفوفين في اللغه اصلها الكف، يعني المنع والحرمان. للاسف احنا بقينا نقول الكلمه دي على اتحرموا من نعمه البصر، لكن زي ما قلت لكم ان كل واحد فينا هتلاقيه مكفوف في حاجه. يعني ممكن تلاقي واحد طول بعرض صحته زي الفل بس عقله على قده وتفكيره محدود، فده مكفوف في عقله. ممكن تلاقي واحد ناجح مهنيا وشاطر في شغله بس اخلاقه وحشه، فده مكفوف في اخلاقه. ممكن تلاقي زوج وزوجه عايشين مع بعض من غير ولا موده ولا رحمه، فدول مكفوفين في عواطفهم. كل واحد مننا يفتش عن الحاجه اللي هو مكفوف فيها ويحاول يبصر نفسه ويعلم نفسه ويتجاوز حاله الكف اللي عنده. أنا الحقيقة في نهاية الحلقة حلقتنا في عالم المكفوفين بشكر حضرتك وبشكر كل ضيوفنا اللي نورونا وادونا الفرصة إن احنا نعيش معاهم رحلة في حياة كفيف. بشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.